انا عايزه كمان اتكلم مع حضرتك عن يمكن الدور اللي حضرتك اتكلمت عنه من شويه، انه دور الصيادين اللي كانوا بيستخدموا مراكبهم لتوصيل الامدادات العسكريه من شاطئ الجزيره خلال المعركه لطبعا جنودنا. انا ما اعتقدش ان كان في خطه مسبقه حقيقي. لا ابدا، ما كانش في خطه مسبقه، كان العلاقه وليده اللحظه وليده الصدفه، ودي جينات اتفقنا عليها، جينات الشعب المصري. هو دائما ابدا ما بيهب لنجدة اخوه في اي مكان. يعني المصري يهب، يعني ان كان الجيش التف حول الشعب في 30 يونيو والشعب سند الجيش في 52 وهكذا، الملاحم متكرره يعني ارتباط بين الشعب وجيشه، لان الجيش من نبت الشعب. احنا فعلا جيش من نبت شعب محرم على ارحام نسائه ان جابوا غير الرجال. حقيقي يعني سواء جنودنا من القوات المسلحة أو الصيادين كان كل همهم هو عدم تمكن العدو من الجزيرة. كلمنا عن النجاح ده في الآخر كان إزاي؟ اتكلل إزاي هذا النجاح في الآخر؟ ما قدرتش إسرائيل تحقق أغراضها وهدفها الخبيث، في نفس الوقت قدرت الروح المعنوية للشعب المصري تحافظ على مسارها اللي ماشية فيه في سبيل تحقيق انتصار 73. ما دي خطوة من خطوات الانتصار بتاع 73، إنك تحقق نجاحات منقطعة النظير في مراحل الاستنزاف أثناء الإعداد والتجهيز لحرب أكتوبر العظيم. دي اللي جت النقطة أو بذرة نبتت وترعرعت وأنجبت وأثمرت عن انتصار يعني لا زال وحتى الآن يدرس في كوبريات المدارس العسكرية أو الجهات العسكرية المعنية طبعاً. أو في كل العالم. طبعا 36 ساعة من عدم التنازل عن شبر واحد عن الأرض. كمان احنا عارفين كلنا الإمدادات اللي بتصل للعدو عاملة ازاي، عارفين كلنا الميديا يمكن كانت بتروج لقوة العدو ازاي في الوقت ده. بعد كده الجندي المصري يعني ما تنزلش ولا عن شبر واحد ولم يتخلى عن موقفه في التصدي لهذا العدوان. ده المبدا وده اللي دايما ماشيين عليه كعسكريه مصريه في اطار عقيدتنا القتاليه من جهه، ومن جهه ثانيه قدرتنا على الثبات في المواقف والتلاحم ضد اي تحدي بيقابل الدوله المصريه. حضرتك شايفه التحديات في محيطنا الاقليمي عامله ازاي، وشايفه وعي الشعب المصري ضد هذه التحديات الممنهجه. يمكن لسه بالامس السيد القائد العام للقوات المسلحه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيلتقي الرئيس الصومالي وبيأكد على هذه الجزئيه. يعني يمكن حضرتك شفنا احنا لم نترك العرب، لم يلجأ الينا احد لنجدته او لنصرته ونتركه من الدول العربيه او من الدول الافريقيه. شفنا الموقف المصري الثابت والقوي اللي بدا بتأييد الموقف الصومالي ضد التغول الاثيوبي فيما يتعلق ب محاوله استيلائه او اتفاقه على ارض على ميناء داخل ارض الصومال او ما تسمى ارض الصومال من العاصمه المستقبليه داخل الشعب الصومال لدوله الصومال. في تعدي على السياده هنا ومصر وقفت ازاي في بيانها اللي ارسلته وزاره الخارجيه في الرابط. ويمكن زي ما حضرتك بتقول التحديات يمكن الحاليه الاقليميه اللي بتواجه المنطقه بشكل عام، طبعا بنرجع تاني للمعارك القديمه دي وبنفتكر قد ايه يعني قوتنا وبساله واراده الشعب المصري طبعا وقوتنا او قواتنا المسلحه في التصدي لأي عدوان يمكن يريد النيل طبعا بأرض مصر.